ما هو أكثر شيء أهمية اليوم عندما يتعلق الأمر بنشاطك على الإنترنت؟ شراء الأدوات الضرورية، كتابة التعليقات العاطفية، أو مشاركة المعلومات الشخصية، أو الحفاظ على أمنك على الإنترنت؟ تساعدك أفضل نصائح الأمان على الإنترنت من كاسبيرسكي على حماية أموالك وسمعتك. النصيحة الأولى: الحد من نشر المعلومات الشخصية. لا تفصح للغرباء عن عنوانك ورقم هاتفك الحقيقيين، ولا تجعله متاحاً لملايين الغرباء عبر الإنترنت. وكذلك حالتك الاجتماعية، فالغرباء لا يجب أن يعرفوا ذلك أيضاً. النصيحة الثانية: شغل إعدادات الخصوصية. يقوم المخترقون والمسوقون باستخدام وجودك على وسائل التواصل الاجتماعي، ويطلعون على عاداتك ويستخدمونها للإساءة إليك. شغل ضمانات الخصوصية كلما كان ذلك ممكناً للحد من تدخلهم في حياتك. بالنسبة لموضوع الخصوصية، أغلق دائماً حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات التسوق والملفات الشخصية ورسائل البريد الإلكتروني عندما لا تستخدمها. هذا يقلل من فرصة وصول المخترقين إلى تفاصيل حياتك الخاصة. النصيحة الثالثة: عند تصفح الإنترنت، تصرف بذكاء وحيطة للبقاء آمناً. إذا صادفك أي رابط أو إعلان أو مقالة بشكل صادم أو مريب، فتجنبها. إذا طلب منك رابط إلكتروني معلوماتك الشخصية، بغض النظر عن مدى شرعيته، أو بدا لك أنه يأتي من البنك الذي تتعامل معه، أو من مصدر موثوق آخر، فلا تنقر عليه. قد يكون فخاً نصب لك لجمع معلوماتك الشخصية أو إصابة جهازك بالبرامج الخبيثة. النصيحة الرابعة: تحقق جيداً من أي تطبيق قبل تنزيله. غالباً ما يتم إخفاء البرامج الخبيثة في شكل تطبيق. لا تقم مطلقاً بتنزيل أي تطبيق يبدو لك مريباً أو من أي موقع لا تثق به. النصيحة الخامسة: تأكد أن اتصال الإنترنت الخاص بك آمن. من السهل القيام بذلك في المنزل، ولكن عندما تتصل من الأماكن العامة يصبح من الصعب التأكد من أمان اتصالك. لا تقدم أبداً معلومات حساسة على اتصال غير آمن، لأن ذلك يسهل على مجرمي الإنترنت سرقتها منك. للبقاء آمناً، استخدم شبكة افتراضية خاصة VPN عندما تتصل من خدمة الواي فاي العامة. النصيحة السادسة: اختر كلمات مرور قوية. لا تستخدم كلمات مرور سهلة التذكر، أو تستخدم نفس كلمة المرور مراراً وتكراراً، لأن عمليات اختراق البيانات أصبحت متكررة وكثيرة، لأنها تضع معلوماتك الحساسة في خطر. اختر كلمات معقدة لا يقل طولها عن 16 حرفاً، وتتضمن أرقام وأحرفاً خاصة. بعد ذلك، استخدم مدير كلمات المرور لإبقائها متاحة لك وآمنة في نفس الوقت. النصيحة السابعة: تسوق فقط على مواقع آمنة. يمكن معرفة أن أي موقع مشفر وآمن عندما يبدأ عنوانه الإلكتروني بحروف HTTPS. إذا لم تكن مواقع تسوقك آمنة، فسوف تخسر أكثر بكثير مما ستكسبه. النصيحة الثامنة: فكر قبل النشر. إن ما تنشره عبر الإنترنت قد يبقى عليها بشكل دائم، وقد يتضمن ملاحظات مؤسفة وصوراً محرجة. وعلى الرغم من أنك قمت بإزالتها، إلا أنها يمكن أن تكون قد نسخت أو تمت مشاركتها ولا يمكنك حذفها. تذكر، إذا كنت لا تريد أن يراها رئيسك في العمل أو والداك، فلا تنشرها. النصيحة التاسعة: تواصل مع الناس افتراضياً بأمان. هل تعلم أن الملفات الشخصية الاجتماعية المزيفة هي أحد الطرق التي يستخدمها المتسللون للوصول لمعلوماتك الشخصية أولاً ثم أموالك؟ خلاصة القول هي: لا تحكم على ظاهر الأشخاص، تعرف على الناس جيداً قبل أن تصادقهم. النصيحة العاشرة: حدث برامج الحماية من الفيروسات الخاصة بك. يقوم مجرمو الإنترنت دائماً بتطوير طرق احتيالهم، لذلك يجب أن تحمي جهازك من البرامج الخبيثة بتحديث برامج مكافحة الفيروسات الخاصة بك. النصيحة الحادية عشر: انسخ بياناتك احتياطاً. قم بذلك بانتظام حتى لا تقع ضحية لعملية احتيال عبر الإنترنت أو طلب فدية منك مقابل استرجاع بياناتك. تسمح لك هذه الطريقة بالوصول إلى بياناتك التي فقدتها. عندما يتعلق الأمر بسلامة الإنترنت، فكر قبل النقر على أي رابط، وخذ كامل وقتك لتأمين جهازك، لأن سلامتك على الإنترنت تعني سلامتك في الواقع.